هي لبلاد الحبيب بكل شحناته وبكل اختلافه وبكل ولاياته. صباح جميل وطيب عليكم، صباح الصحة والعافية، والتحية لك يا زميلة هيلين هاشم، صباح الخير، ربنا يديك العافية لحد ما تعودينا إن شاء الله من جديد من خلال صباحات طيبة، وتحية لك مجددا أمل معاز، ونحن في بداية المشوار، ومن خلال فقرتنا الصباحية الأولى بنكون حريصين جدا إنه يكون عندنا ضيف نتحاور معه، نتفاكر في مواضيع ممكن تكون مختلفة. أكيد يا سام، نحن عندنا من خلال الفقرات القادمة، فقرتنا الجاية حتكلم عن واحدة من الأشياء المهمة جدا لتطوير الذات وتطوير النفس، كيف نحن نقدر ننمي ذاتنا، كيف نقدر نطور من نفسنا للأحسن. بالتأكيد التغيير هو سمة إنسانية لا بد من أنه نحن نسعى عليها، لا بد من أنه نخطط لحياتنا تخطيط استراتيجي لأجل أنه نلعب بحياة أفضل في مستقبل أيامنا لنا ولأولادنا ولعائلاتنا كمان. أكيد أنسام جميل، والاستقلال الذاتي واحد من الأشياء اللي بتخليك حر وعندك كلمة، بتقدر تتصرف بطلاقة، بتقدر تعرف أهميته لما تفقده. نحن هنتعرف عليه وكيف ممكن الزول يكتسبه إذا كان ما مستغل ذاتيا. دكتور عثمان المصري، نحن حقيقة هو طول مننا، لكن اليوم نحن سعيدين إنه يكون ويطل علينا من جديد. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين والمستمعين إذا فيه. أكيد. أنا حقيقة طولت ومشتاق جدا جدا للمستمعين ولناس الاستوديو وناس طيبة بصفة عامة. وموضوع كنت معنا جميل زمن أنفاس الورد وحضرت صباح الطيب ولا ما حضرت؟ لا صباح الطيب أول يوم اللي. أول يوم؟ رأيك شنو طيب في التغيير الأول يوم ده؟ لا جميل جدا جدا. يا مرحب بك كثير. جميل جدا، إن شاء الله دائما متطورين للأحسن. الاستقلال الذاتي عنده علاقة بالتطوير؟ طبعا. انت لازم تكون في حاله من التطوير طوال، والا بتبقى مستغل وليس مستغل. يا سلام. طيب كلمنا شويه كده بزياده على كويس انه نحن على بدايه السنه، وبدايه السنه فيها الاستغلال والاحتفال بالاستغلال وكده، فالاولى انه نحن كمان برضو نكون مستغلين ذاتيا وليس مستغلين. في الحقيقه نحن مستغلين في الحقيقه، معظم الناس هم بيفتكروا انه هم الان يعني يمتلكوا نفسهم يمتلكوا ذاتهم، ولكن في الحقيقة لو أنت قعدت مع نفسك شوي كده وراجعت حياتك تلقى أنك أنت في شخص آخر مستخدمك، في شخص آخر هو الوجهك، لأنه نحن نجي نتكلم عن الاستغلال الذاتي، هنتكلم عن نلقى أنه استغلال الذاتي أنه عشان نحن نصلح في ذاتنا مش كده، فأنا ما بقدر أصلح الشيء اللي أنا ما بعرفه. فمعظم الناس ما قعدوا قاعدة مع نفسهم على أساس أنه يعرفوا ذاتهم هي شنو. طيب فنحن بنصهر الاستغلال الذات بيصهر لنا في ثلاثة مظاهر، يا ظهر بطريقة انه انا مع الناس كيف اللي هو دي هنا الواقع الذات الواقعية، يعني الناس شايفينك كيف مش كده، دي ذات اللي بيصهر لهم بيصهر للناس. وفي ذات مثالية اللي هي انا بتمنى اصلها وبحاول اللي هي بتبقى تمثيل انه انا دار امثل انه انا احسن زول، فهنا ذات مثالية. أو في ذات الحقيقية، والذات الحقيقية دي قاعدة جواك، لأنه ما هي الذات أصلاً؟ الذات هي عبارة عن مكونات القيم والمعتقدات والشعور اللي بتظهر لنا في أشكال تانية، اللي هي بتظهر لنا في شكل بتاع الذات المثالية أو في شكل بتاع الذات الواقعية. طيب دي ذات قاعدة جواك، الحقيقة القاعدة جواك، إذا بقت تشبه الذات الخارجية، الذات الخارجية إذا كان مثالية أو واقعية فبتكون جميل جدا جدا. أما إذا كان مختلفة فهنا بيبقى في إشكالية، دائما بتبعت لك رسائل، في رسائل بتجيك اللي هو ناس يحسوا في اكتئاب، في قلق، في عدم هوية كده، تحس نفسك ما مرتاح، الكلام ده كله الذات الحقيقية جواك بتقول لك يا أخي في حاجة معينة ألقى لها حل. نحن ما ممكن نكون شغالين زي النفاق كده مش كده، أنا جوا دائرة حاجة وانت برا شغال بطريقة تانية، شغال عشان ترضي الناس، تسرعات داخلية وخارجية بين نفسك، فبتديك رسائل. ولكن التسارع في الحياة في التكنولوجيا في كده، فخلانا ما ننتبه لنفسنا، فتجيك الرسالة وتديها ظهرك وتمشي. فنحن محتاجين وقفة، صحيح محتاجين وقفة لأنه نحن نقدر نصلح فيه. طيب أستاذ عثمان، أنا عايز أتوقف معك في موضوع الداخلية والخارجية. الاستغلال الذاتي يعني معروف عن الناس كثيرين بأنه هو أنك تتبنى رأيك وتكون فكرتك حقك، تكون أنت تمام. عندها علاقة بالأنا والأنانية والأشياء دي، يعني أنت تكون أنت، وفي نفس الوقت يعني حريتك وحرية الآخرين عندها حدود. تمام. كلمنا شوية عن الفوارق دي، الخيط الرفيع ما بين الأنت
والأنانية. والأنانية حقيقة أنت مفروض تكون أنت. وأنا عشان أكون أنا أكيد أكيد يعني في حقوق حقتي أنا وفي حقوق حقت الشخص الآخر. فحقوق الشخص الآخر يعني ما مفروض أنت تمسها. فما من الأنا في ناس كثيرة بيلخبطوا ما بين الأنا والأنانية. الأنانية شيء مختلف تماما. الأنانية إنه أنا ما أحب الغير الخير، لكن أكيد أنا أحب الخير لي أنا. مالو أنا ممكن أحب الخير لي أنا وأحب الخير لك أنت وأحب الخير لكل الناس. فهنا دي تبقى أنا مش كده. أما الأنانية إنه أنا أكون داير حاجتك، الأنانية هي إنه أنا أتمنى زوال وفيها حسد، شيء من حسد، زوال النعمة منك لتكون لي أنا. ففي فرق كبير جدا بين إنه أنا أكون أنا وأكون بحب أنا. وده المفروض كل زول فينا يكون بحب نفسه، لأنه أهم زول بالنسبة لك أنت. وهم زول قاعد معك طوالي انت مش كده. وتفضلي الناس كتير بيقول لك فلان ده بيحب نفسه دايما، اي حاجه عايزها لنفسه دي. هل حب النفس حاجه والانانيه حاجه ثانيه؟ انانيه انه انا حق الغير ده اكون داير زي روحي انا، اما احب نفسي مفروض احب نفسي وادلع نفسي، وما عندي احسن من نفسي اصلا، وهي الاقرب لي وهي الماشيه معي طوالي في الدنيا دي مش كده. فمفروض انا احبها، وانا عشان احبها مفروض اطورها، ومفروض ذات افهمها هي جات كيف. يعني احنا الان اللي عندنا دي اول الذات اللي عندنا دي ما تكونت بين يوم وليله، فموضوع عميق جدا جدا وطويل جدا. ما ندخل فيها غرور اكيد. لا ما في، لما انا احب نفسي انا ما في هي غرور ما بيدخل فيها، يعني ما بيبقى جزء منها مثلا انه تغتر بنفسك لما تحب ذاتك زياده عن الذات. هنا بتكون ماشي انت في حاجه ثانيه، في ذات ثانيه. ما في الذات الحقيقيه. الذات الحقيقيه مع الفطره، لا تبعد عن الفطرة مهما كان. أما الذات المثالية أو الذات اللي أنت دار تصهر بها للناس ممكن يكون فيها شيء من الغرور، أما الحقيقية اللي عندها علاقة بالفطرة فما عندها، لأن الإنسان يولد على الفطرة. فبعد ذاك أول ما ولدوا الإنسان ده بيجي بذات جميلة جدا. صحيح. بيجي بيحب نفسه بالمناسبة، فبيكون هو رقم واحد حاسب. وديك فترة ممكن الناس يحسبوا أنه الطفل لأنه يبني في ذاته بيكون داير الحاجات له، لأنه في مفهومه إنه الكون كله يدور حوله في مفهوم الطفل. فبعد ذاك بيجي الأهل بيشتغلوا في الموضوع ده شوية. فبيجي لما أنت كنت طفل، فلما تكون بتحب حاجة بتقول أنا بحبها ودائرة أكل، لو أنت خدت لك في خشمك وأنت ما دائرة وتفو يعني، والزول السمح تقول لي أنت سمح، والزول الشين تقول لي أنت شين. يعني ما في قيود، عندك حرية حقيقية. بعد ذاك يشتغلوا فيك الناس، وأكثر ناس بيشتغلوا فيك ناس بيتكم وهم اثنين بيشتغلوا معك أمك وأبوك. نعم. واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون في الذات اللي هي الاستقلال الذاتي. الاستقلال الذاتي ممكن يكون بالفكر وبالرأي، وممكن بدنق ناس كثيرة بيقول لك والله أنا مستقل ذاتيا، يعني مثلا ما مغيد بعمل معين، ما مغيد بحاجة معينة، كل حاجاتي مستقل لها واستقلالي لها صح، يعني بقدر أقول رأيي في المكان المحدد والزمان المحدد. لكن خلينا قبل ما نجاوب نعرف الناس عشان ما يتراسلونا ويتواصلوا معنا على صفحاتنا عبر الفيسبوك صباحات طيبة، ممكن تراسلونا عليها، وكمان ممكن تكلمونا عبر الواتساب 0123500158، وممكن كمان تكلمونا على أرقام التواصل اللي هي ظهر لنا الآن الناس شايفينها، هو الناس اللي بيسمعونا 0183-43-879-2 أو كمان 0183-40-4777 أو كمان ممكن تشاهدون على www.taiba.tv وتكونوا حضور معنا. تتابعوا كل حلقتنا. أستاذ عثمان أرجع لك للاستقلال الذاتي. نعم. اللي هو بالفكر وبالرأي وبالحرية بأنه أنا ما مقيد ما مكبل. تمام. عدم التقييد. أنت عندك الحرية، ونحن الآن قاعد نفتكر أنه نحن عندنا الحرية في أنه نحن نقول أي كلام. فأنا في قبل فترة كده كنت في مخيم، والمخيم كان جاء فيه سياسيين وفيه ناس من المجتمع المدني وكذا، فقالوا كلام كثير جدا جدا، وانا بشتغل في القاعات يعني ثاني يوم الصباح، ها رايكم شنو؟ فالناس كلها كان يوم جميل وكذا، فقلت لهم اذا جميل ما كان دحالنا نحن، كان ما كان دحالنا ان احنا وصلنا له. فحقيقه نحن مقيدين بافكار ناس ثاني. انت لما تقرا كتاب بتكون مقيد بافكار الزول في الكتاب. الكاتب. انا دايرك انت تقرا كتاب من الليله واللي قدام، تقرا كتاب كون فكره انت خاصه بك انت. نحن ما متطورين، لانه وحقيقه في منخفض حضاري، لانه نحن ما متبنيين افكارنا. نحن في شخص ما
حتى لو ما قال لك فكرتي دي امشي عليها، انت بتاخذ الخطوط والعامه اللي هي حتخليك محصور ما بين انك تكون في فكرته، فحتوصلك لوين؟ لحته معينه. فالناس دعوه لانك تكون حر في التفكير، ربنا اداك عقول وعندك يعني افاق كبيره جدا جدا تنطلق فيها، يعني تعال بافكار جديده فكر. ما نحن مستغلين حقيقه، والاستغلال بدا من نحن صغار حقيقه. نحن رجعنا ثاني للحته ديك، حتى افكارنا، حتى لانه في توجه نحن بينمو فوقنا، بينمو فينا بتوجه. وانا تخليت تحت الهواء وتكلمنا في الموضوع صحيح. انه انا واحد من الناس اللي يعني حقيقه حصل لي الحاجه دي، انا درست فأنا كنت حاجه عاشق أيوة. حاجه ثانيه درست حاجه وكويس صح يعني شاطر وي شيء، لكن لو كان خلوني كان ابدحت لو مشيت في مجال اخر. يبقى معناه الانسان ممكن يكتشف ذاته في الاستقلال بعد ما يكبر ويكون عنده الحريه. طبعا نحن بنتمنى انك ما تضطر تكتشف نفسك انه الناس يخلوك تنمو النمو الطبيعي، والتوجه يكون توجه فيه خيارات. انا بوديك لحته بعلمك بخليك تمشي بالتعليم، لكن خيار تمشي ادبي ولا علمي ده خيار حقك. جزء كبير منها يا دكتور عثمان دخل فيها التربيه، يعني الام والاب هم شركاء اصيلين في موضوع انك انت تقدر تكتشف يحصل لك ذاتك. التوجه ده ايوه ايوه تكتشف ذاتك، تكتشف اماكن الضعف واماكن القوه في ذاتك صحيح. تقدر تنمي اماكن القوه وتقدر يعني تختزل بعض من نقاط الضعف عندك. كيف نحن نقدر نخلي الام والاب هم يقدروا يخلوا اطفالهم يكتشفوا ذاته؟ جميل جدا. نحن الان بعدنا قلنا لهم يا الأب ويا الأم إذا استمريتوا زي زمان حتطلعوا لنا ناس مشوهين أو حيكتشفوا نفسهم في زمن متأخر جدا جدا. فياريت نحن نقول ياريت تخلوا أطفالنا ديل ينمو نمو طبيعي، والنمو الطبيعي يستلزم إنك أنت تكون مراقب له، تخليه يعتمد على نفسه. يعني نحن الآن أنا بدعو دائما بجيب أولياء الأمور في المدارس بقول لهم بتعملوا سندوتشات لأولادكم، فبقول له بنعملها طبعا بتخطها في الكيس وبتخطها في الشنطه، كل الكلام ده بيعمله كلام سميع جدا، لكن الطفل تعود الانتكاليه، فانت محتاج تخليه يكون هو مسؤول، يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه، يتخذ قراراته. نحن الان نواجه اشكاليه في انه ما عندنا مشكله، عندنا مشكله في القياده. يعني اطفال معظمهم يطلع يقول لك أنا مع منو، بتلقى واحد يعني مرات ما تلقى في مجموعة كبيرة واحد يكون هو اللي بيجي يقول لك المعاي منه، مش كده؟ فإشكالية كبيرة. نحن دايرين إنه حقيقة هذا الجيل جيل ممتاز جدا جدا، ولكن لا يتحمل المسؤولية. الحاجة دي يا دكتور معلش بتكون تباعا للإنسان من هو طفل، ما في البيت دايما بيمشي ورا الناس من خلال حاجات ناس البيت، الأب والأم هم اللي عايزين يمشوا، بتجي تلقى في الشغل وإنت بعد ما تكبر في الجامعة أول ما تشتغل ناس الشغل ده إنك تنفذ الحاجات زي ما هم عايزين ما زي ما إنت عايز. يبقى معناه إحنا حنظل مسيرين مثلا صحيح. ما في استقلال نحن ذاتي. نحن مسيرين ومسيرين من بدري جدا جدا، ولأنه نحن أهلنا بيرضوا الحب المشروط، أهلنا بيرضوا عننا بيتين لما نعمل الحاجة اللي هم دايرينها، ما لما نعمل الحاجة صحيح. اللي أنا عايزها بيبقى أنا تعريفي لنفسي، أنا ذاتي بعرفها بالذات ياتفين الذات الواقعية، مش كده الناس دايرينها أكون كيف، فبيبقى دي الذات اللي بتكون أنا عايش فيها، فما بكون قاعد في الذات حقتي أنا، فالناس دايريني أنا أكون يعني أعرف نفسي بالحاجة الجميلة اللي ممكن أنا أعملها، يعني بما أعمل أو بما أملك. الآن كثير من الناس أنا بيقوم بجالهم لو قلنا لك إنت منو، حيقوم يعرف لي أنا فلان الفلان، أنا والدكتور فلان الفلان، الطبيب الكذا المع، فأنا ما سألتك إنت الشغال شنو ولا قلت لك إنت اسمك منو، إنت منو، فإنت يعني مفروض يكون ترجع لذاتك مش كده؟ أنا شخصيا لو أيوة سألوا السؤال ده طيب خليني بعد ما أشوف الاتصال معانا ونقول ذاته إنت منو المعانا. ألو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سألناك أنت منو إجابتك حتكون شنو؟ والله أنا لو سألتوني أنا منو، أنا بقول لكم أنا موسى جبريل علي جبريل بن غوسين أبو وعد. جميل، حنشوف التعريف ده صحيح ولا دي اسمك دي التسمية أبو وعد. اتفضل. لكم التحية والاحترام والتقدير والمودة والإخلاص والروعة والجمال. الله يعافيك، تسلم. أول حاجة التحية لكم مذيعين ومعدين ومخرجين ومنفذين والفرط
وفي المتابعة وفي التنسيق وفي الترحيب وفي التصوير والتحية للمستمع كمان. ما خليت زهل. ما قصرت والله، كتر خيرك. إلا أنا المعلم. إلا الضيف، الضيف ده ما عنده تحية. ولا ترجعوا لي لأنه أنا دبخت جنبه، لأنه هو التحية، التحية للدكتور عثمان. يا سلام، تسلم يا أبو. التحية طبعا الناس مرات بيقولوا في البداية، لكن إحنا عندنا في النهاية في الشعب السوداني. دكتور عثمان. مرحبا. أبو عدل، الاستقلال الذاتي. والله حقيقة نحن والله مرات يعني موهوبين في حياتنا، وحتى في أسرنا موهوبين، يعني في ناس بصراحة جد يعني يا دكتور عثمان والله موهوبين جد يعني، لكن محرومين. يعني الواحد عندنا تطلعات وأفكار، يعني الواحد مرات يكون بحب الإعلام أو بحب الهندسة أو بحب الزراعة جد، ده مجاله يعني. ومرات أنت قلت فعلا نكون أدبي ولا علمي، لكن نحن الحاجة الغرزت في 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 نفسنا بس دارين ابن هذا دكتور. انا ما عارف اشير في 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 الكلام ده شنو، هل الشغل ده معنوي ام مادي ام روحي؟ انا ما عارف، لانه اي زول يقول لك والله متمني ولدي ده يكون دكتور. هل بقت بس الحياه لانه ضغوط الحياه، لانه الدكتور هو قدوه الحياه؟ زمان نحن لما كنا قرينا انا كنت متمني اكون معلم، انا شخصيا كنت بقرا في المدرسه كنت متمني اكون معلم، لانه انا ما كنت يعني انا من الحياه اللي تلفت نظري، انا ما كنت بعايز المعلم في وجهه يا عثمان يا دكتور عثمان. يعني انا في المعلم ذاته ما قاعد اعين له في عيونه، والله استحي منه والله. نحن بنمشي مسافه 3 كيلو يا عثمان يا دكتور عثمان، بنمشي مسافه 3 كيلو والله. المعلم ده لو ماشي معنا والله خلفه بنصعب علينا وقدامه بنصعب علينا، الا بعد يمشي مننا مسافه بعيده جدا حتى نتحرك. فكان دي تربيتنا، كانت دي التربيه كانت نحن عايشينها. وغير ذلك انا ما في استغلال ذاتي يعني يا ابو وعد. اي وحتى الوالد ذاته نعم. يعني الحمد لله ما بناكل معه، يعني بنحس بانه نعم. لو كنا مع الوالد ده استغلال. حتى والدنا ذاته سبحان الله يعني حاجات كثيره جدا، يعني حاجات جايه من ورا يا ابو عبد. نعم اي ما نحن حياتنا مبنيه على البدري، لكن العوله واسعه الحمد لله ظهرت، يعني نحن عندنا مشاركات كثيره جدا. والان انا بتكلم لك من الحاجات الجميله، انا شعن البرمجه في التلفزيون، انا عمري عندي ولد 13 سنه ببرمجه التلفزيون. انا ما بعرف ابرمج، انا قدامك متعلم جدا لكن والله ما بعرف ابرمج. لكل اي جيل عنده حاجات وعنده ميول يا ابو وعد، واي زول عنده طبعا اكتشاف لذاته. نحن شاكرين لك كثير ابو وعد، وشكرا لك. أنا بتابع الرادي لكن أنا بتابع الرادي سبحان الله. الناس بيقولوا لي أنت من زمن الرادي، لكن أنا بس عشان أثقف، لأنه أنا الرادي بستمع له، لأنه بسمع بحواسي كله بكون بدون صورة عشان أستمع عشان أستفيد. فقولوا لي أنت من زمن الرادي، ميولك ماشي على الرادي. لا أستفيد بس. نعم. فلكم التحية والاحترام. لك التحية يا أبو عدل، شكرا لك. شكرا لك كثير. عملت عندنا اتصال ثاني من أبو قوطة طوالي يا إسام. نحن حنمشي على كوستي، مرحب بك كثير. ناس كوستي صباح الخير عليكم. صباح النور، تسلم يا أستاذة، الله يبارك فيك. صباح الخير. صباح الخير عليك. نحن هنسألك نفس السؤال أبو عد، أنت لو قلنا لك أنت منو حتعرفي بأمنية يا مريم؟ لا غير مريم، أنا تعريف كامل. أنا أمط الله رب سبحانه وتعالى أوجدني الحياة لأكون عبد الأمة لله، وأصلح الأرض ولا عمار الأرض، لأصلح أسرتي وأصلح نفسي البداية، وأصلح أسرتي وأصلح مجتمع عايشة فيه، وأدافع عن وطني وأطور وطني. يا سلام، هنديك 10 على 10 ولا كم؟ جميل، 10 على 10 والله. يا مرحبا كثير يا مريم، تفضلي. تسلمي. ده أجمل تعريف. تفضلي، ده أجمل تعريف لي. أيوه، احنا عندنا مشكلة زي ما قال الدكتور، عندنا مشكلة إنه الأسر يعني ما بتقول لنا شنو، دائما في كبد، احنا عايشين في كبد من الطفولة، بنعيش في حالة بتاعت كبد. يعني ما بدك انه تستبرز وجودك. يعني انا شخصيا دخلت كل امتحان علمي، دخلت كليه علميه عرفت كيف؟ لكن لما دخلت درست السنه الاول لقيت نفسي ما في الكليه دي. الو، ايوه انا معك يا مريم. معك يا مريم، اتفضلي. يلا قمت خليتها الاسره كلها قالت لي تخليها، والناس كلها قالت لي تخليها له. في النهايه انا بحب التربيه عرفت كيف؟ ايوه. جيت دخلت كليه سبحان الله جاتني في مكاني، عشان انا عندي صدق في جواي اني عايزه اكون مربيه، واللي تربى عندي مكان الحمد لله رب العالمين. انا مبسوطه جدا، اقول لك حاجه، انا شغاله. لقيتي نفسك فيها؟ لقيتي نفسك فيها؟ لقيت نفسي فيها. يلا انا شغاله هسه حاليا تقول لي التربيه 18 سنه، رايك شنو؟ ما عندي وظيفه، وسعيده ومرتاحه. يا سلام، ان شاء الله دائما مرتاحه يا مريم. الحمد لله. شكرا لاتصالك. شكرا. مباشره من كوستي حنمشي ثاني واحده من الولايات المختلفه،
الو. عليكم السلام، معكم عبد الله. اهلا يا ام عبد الله، كيف حالك؟ ناس عطبره كيفهم؟ والله تمام، التحيه لك وللمصري، والله المصري مشتاقين والله، ونحبك لوجه الله تعالى. الله يخليك ويبارك فيك. اي والله والله فقدناك والله في الفتره دي، انا ما عارف انا مشغوله ولا انت ما ظاهر معاك. اسي الليله هو معانا ومشرفنا. ايوه والله مشرفنا والله ومنورنا والله ومنور الشاشه والله. الليله هو بيسالك انت منو؟ والله التحيه لك، موضوع جميل وقاعد يتكلم بكل وضوح وبيتكلم بكل يعني بيصحح للمواطن في كل معلومات في كل حياته. أريد الناس تمشي بكلامه لأنه كلامه توعوي وتوعية كبيرة، ونحن ذاته كان يعني كان عندنا قيود يعني في العادات والتقاليد، وكان حمونا نقرا يا أستاذ المصري، قالوا لنا بس الواحدة حدا خامسة ولا سادسة ما عارفة، لكن كان شوية تعليم. أيوة والله وأنا بحب التعليم وبحب الزول. عملت شنو مع عبد الله يا أم عبد الله؟ بما إنك أنت اتحرمتي من حاجة، أنت عاوزة تعوضيها في ولدك ولا خلاه براحته اللي هو عاوزه يعمل؟ والله لا لا والله داري أكمل كل التعليم، وذاته بنتي ذاته يعني خليتها تعلمت برضه يعني برغبتها، ولا أنت اللي فرضتي عليهم؟ منو ولدي؟ بنتك ولدك برغبتهم ولا أنت اللي فرضتي عليهم؟ عبد الله لسه صغير يعني في الاساس يعني، لكن مروه بتقدرت لحد الجامعه يعني ما شاء الله، ما 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 حرمتها يعني من التعليم، لكن الحياه علمتنا الكثير والحمد لله. انا عندي تحدي يا استاذ عثمان، يعني كان عندنا قيود وعندنا مربعات كذا، الحمد لله ذات القيود حس زي كسر الحاجز على الخوف، والناس شويه كذا يعني تعلمت ووعت يعني، لكن كان عادة العادات والتقاليد كان احجمت علينا حاجات كثيره، مع انه الدين بيقول لك من عالة ثلاثه وعلمهن، يعني هنا الجانب الديني في التعليم ما عملوا لنا يعني، لكن سبحان الله الحياه ذات علمتنا والحمد لله يعني تعلمنا الكثير من الحياه وعندنا تحدي، وانا الحمد لله يعني استمريت في الحياه وربيت اولادي والحمد لله يعني ربنا يخليهم لك ان شاء الله يا عبد الله. الانسان بيثبت نجاحه لما يكون عنده تحدي وعنده في طريقه وما بيلتوي منه، بيكون عنده تحدي ويثبت نجاحه ليه ولغيره يعني. اكيد نحن شاكرين لاتصالكم عبد الله، شكرا لكي من عطبره واستاذ عثمان، الناس والاتصالات والناس المشتاقين لك. الناس عندهم معلومات اكثر مني. فاضافوا لنا يعني اضافوا لنا كثير، وعبد الله وكلهم يعني كل واحد عنده اضافه حقيقه، وانا بس الناس فعلا انتبهت لانه الناس منهم صغير كان من صغار موجهين حتى في قيمنا ومعتقداتنا، انه نعتقد انه دي حقتنا نحن، هي ما حقتنا، حقت ناس ثانيين. الان يعني انت ما يسوق حياتك وتصرفاتك، الشيء اللي بيظهر لنا في السطح هو مكونات، في مكونات المكونات دي يعني اللي بيظهر، في مكونات داخليه اللي هي ما بتظهر لنا. لو لاحظتوا الكلام ده كله زي البطه في البحر، فبيشوفها ماشي بسلاسة كده من برا مش كده، لكن تحت في الموية الأرجل قاعد تعمل حركة كثيرة جدا جدا، لكن ما ظهر لنا. وبده بالضبط الحاصل لنا نحن جوا عندنا قيم ومعتقدات ومشاعر الناس ما شايفينها، لكن بيظهر سلوك. فمرات هذا السلوك اللي بيظهر يكون ما بيشبه القيم والمعتقدات بتاعتنا، فهنا تبقى عندنا إشكالية حقيقية اللي هو بعد ذاك بتجي الرسائل حقه القلق الاكتئاب كده، انه في حاجه غلط صلحها. انا بقول انه حتى قيمنا ومعتقداتنا ان احنا فاكرينها انه دي المكون بتاعنا الحقيقي للذات حقتنا الحقيقيه، فيها اشكاليه، لانه دي ما قيمنا ومعتقداتنا، ممكن تكون نحن. قيود على الذات بانها ما تقدر تكتشف قيود. نفسها لا. قيود يعني هسه جيت المعتقدات البسيطه نحن ما نعتقده، حتى لو جيت تكلم عن المال تلقى عندنا اشكاليه في المال، يقول لك المال بيضحى والمال بيجيب المرض والمال ما عارف كل تنو لليوم الاسود بالضبط كده. اذا ربطت المال باليوم الاسود تبقى عندك اشكاليه حقيقيه. لان الدنيا دي ازدواج، انت اذا داير المال ليه؟ داير عشان متوقع المرض حيجيك المرض. فاذا انت مفروض تراجع قيمك ومعتقداتك، مش دار تتحرر، دار تكون فعلا عندك استغلال في 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 ذاتك. فيجب ان تعرف قيمك ومعتقداتك، يجب ان تعرف مشاعرك. احنا قلنا الان في ناس اثروا فينا ادونا قيم ومعتقدات، نعم، وعندنا شعور نحن، وفي احداث مفصليه حصلت في حياتك، يعني في احداث مرت بك، هذه الاحداث اللي مرت بك خدت اثرها تاثيرها طبعا، ادت تاثيرها، خلت في صوره داخليه حقتك انت اتبنت، وهذه الصورة الداخلية تتحكم في تصرفاتك.
لأنك أنت ما حتت الإنسان عقله يتعامل مع الصور ويتعامل مع المشاعر. فعندك صورة داخلية حقتك أنت مهما كان. مش الآن تلقى في نساء كثير في رجال كتار يعملوا رجيم ويبتدوا ينزلوا وفجأة كده يقيفوا يرجعوا تاني ويزيدوا أكثر من تاني يعيدوا نفس الكرة. أي لأنه في صورة داخلية أنت حتحققها. الصورة الداخلية لو ما غيرت الصورة الداخلية حقتك فما حتقدر تغير في حياتك. نعم. عندنا مقولة يا دكتور عثمان بتقول الأفكار تجذب الأفعال. علاقة بالاستغلال الذاتي. أفكارك ما جزء من معتقداتك. نعم. يعني الأفكار هي الشيء ممكن يظهر لنا برا ممكن أتكلم عنه لكن جوا في السطح فيه. فأنت لما نكون عندك أي فكرة نحن نقول المثلث بتاع الحالة مش كده تونس برمجة برضو فالمثلث بتاع الحالة ده حقيقي يعني ما كلام ساكت. فأنت كحالة إنسانية تتكون من شعور وأفكار وسلوك. فالسلوك دائما مرتبط لأنه هو نتيجة ما في حاجات ما بتظهر لنا. فكرتك قاعدة جواك مش كده نحن ما بنشوفها. شعورك قاعد جواك نحن ما بنشوفه لكن النتيجة هي اللي بتظهر. لما تغضب بيظهر لنا غضبك في شكل معين يا ضربت يا عملت يعني. بالضبط كده. اذا الافكار فعلا عندها علاقه بالسلوك بتاعك او الافعال بتاعتك. فاذا انت تنتبه لافكارك تراجعها لمشاعرك تنتبه ده كله بيقودك لانك تمشي لذاتك الحقيقيه. اكتشف ذاتك الحقيقيه لانه ما في اهم من انك انت تعرف نفسك. لو داير تطورها لو داير تستمر لو داير البلد دي ذاته والدول الإسلامية ونحن بنقفض الحضارة عشان يتغير فلازم نعرف نفسنا ونرجع لذاتنا الحقيقية ونطور فوق. متين ممكن الإنسان يعرف نفسه يحس إنه أنا يا أخي مفروض أكون عندي استقلال ذاتي يعني زمن في زمن معين مرحلة معينة. خلينا من التدخل بعيد من التدخل حق الأهل والأم والأب بعد ما يوصلونا مرحلة النضج. أنا بعد مفروض أحس إنه خلاص مفروض أكون مستقلة ذاتيا ولا لا هو انت مفروض تكون مستقلة ذاتيا من ولدك. ما من ولدوني دي ممكن تكون صعبة عشان بيكون في خطوات وفي خوف إذن بتاع إذن أهل. الوعي بيبقى في شنو؟ أنا الآن أتحدث معك أنت أتحدث مع أستاذة أمل أتحدث مع الناس بالسامعيني فبيقوا أولادكم لما نيجوا فأكيد حيكونوا مستغلين ولا مستغلين؟ مستغلين. فإذا أنا ده اللي أقصده. أنت ممكن تكتشف نفسك في أي وقت مهما انت مشابهك. انا قبل كده هنا في حلقه قلت لحد ما عمرك يبقى 76 سنه وثلاثة شهور ويومين وكم ساعه كده ممكن تتغير. صحيح. فاذا ما تغيرت تجيني قلنا مش كده تجيني انا بحل لك المشكله اوريك انا غايز الطريق. اذا اذا ممكن تتغير في اي وقت. طيب يا دكتور اسمع احيانا الانسان بيكون خاطى فكره في باله يعني مثلا انا ميولي انه انا اكون مع الفن مثلا لكن حقيقة ممكن تكون دواخلك أو ذاتك ما نفس الخط اللي أنت مشيت فيه أو ميولي أني أكون العلوم أو الكيمياء أو غيرها من المجالات دي. أحيانا ممكن يكون عندنا خطأ في أنه نحن نعرف ميولنا أو نستغل ذاتنا بصورة كويسة يعني أو بصورة صحيحة. أي نحن قبل قلنا في أحداث مفصلية مش كده وفي أشخاص محوريين في حياتك. الأشخاص المحوريين في حياتك دين أنت معجب بهم لدرجة أنك أنت عايز تمشي زيهم. ففي شخص معين انت بتحبه جدا جدا وهو يعني بيحب الموسيقى بيحب الفن بيحب كده فانت عشان تبقى زيه عشان ترضيه عشان كده يعني تمشي في اتجاهه فلازم تحب الحاجه اللي هو بيحبها. والكلام ده ما بيجي بين يوم وليله. الكلام ده من بيتغلغل فيك شويه شويه لكن تكتشف انك انت حقيقية. أنا اكتشفت بعد ما قريت درست طبيب بعد يعني ممكن تكتشف إنه أنت ماشي في الخط الما صحيح أو ما دي نفسك ما أنت. أنا واحد من الناس اكتشفت بعد ضاعت مني 15-20 سنة ضاعت في حاجات أنا يعني ما حبيها بس بعملها في أمل يعني الناس دي لسه لا في أمل لكن اللحظة أنا اكتشفت نفسي هبقي جي أتكلم في قناة طيبة. قبليها ما كنت قاعد اجي غنى الطيبه ولا قاعد اتكلم. الان انا بدرب في كل ولايه السودان. الان انت مرتاح حاسس انه انت حققت ماشي في الطريقه الصح تماما يعني انا ماشي صح عندي رساله في مكونات نحن لسه في موضوعنا. انا اللي تخليت اديته نجم اكثر ولا ما ولسه حنديك تمام ممتاز. في مكونات جواك في مكون نحن نسميه في اربع مكونات في مكونين بيظهر لنا
في مكونات ما بتظهر للناس اللي هي دي قاعدة جواك. في مكون اسمه المكون الذهني نفسي اللي هو فيه قيمك ومعتقداتك ومبادئك ومبادئك ومشاعرك. وفي مكون وجودي يعني شنو؟ يعني انت اثرك في الوجود شنو؟ نعم. اللي هي دي بيكون رسالة حقتك انت. طيب بيكون شيء انت بتتبناه. طيب خلينا نجيب في رسالتك انت ونستقبل انتصار. مرحبا بك اسماء من الطيور. اسماء اسماء مرحبا بك يا اسماء. صباح الخير عليكم وعلى كل الجمهور اللي تابعنا وكمان ضيفنا الكريم. مرحبا بك. صباح الخير عليك. كيف انت؟ كيف ناس ام الطيور؟ كيف الليله اصبحوا؟ بخير والله الحمد لله. تسلمي. بنتكلم يا اسماء عن الاستقلال الذاتي. رايك شنو في موضوع الليله؟ وكلمينا برضو عن نفسك وعن ذاتك وانت منو؟ اسماء منو؟ انا شخصيا كده انا مسلمه اريد اعيش مع المسلمين الفقراء المساكين. يا سلام. يعني دي حاجة كده دل جواهم. نعم. الحاجة اللي أنا شايفاها إن الشعب السوداني اليوم يعني بالذات نحن يعني كده ما للأفضل حاجة واحدة إن شنو الناس يعني شايفة كل حاجة مثلاً الطير حيجيب قروش، هندسة حيجيب قروش، يعني الناس ما بتشوف ميولات شنو، مواهب شنو، ده السبب اللي مخلينا إحنا ما متقدمين يعني. للأسف الشديد يعني. وضيفنا هو براو شايفه من قبل قاعد يقول الزول يعني ممكن يكتشف من جواه موهبته شنو. احتمال تكون رسام، احتمال تكون يعني ما هي حاجة إلا ورا القروش. في حياة تانية بتخليك أنت تنمي موهبتك وحاجاتك وسودانك كل الأفضل يعني. ده للأسف اليوم نحن بس حاجة يعني الناس كلها بتتبع رأي الناس، ما بتكون أنت بشخصيتك، مع إنه أنت لك عقلك ولك أفكارك ولك رأيك وممكن تثبت نفسك ووجودك وتكون لك شخصيتك. صحيح صحيح يا أسماء. أكيد أنت لقيتي ذاتك يا أسماء، مشيتي في المجال اللي أنت بتحبيه والحاجة اللي أنت بتحبيها. بالتأكيد طبعا. يا سلام. وراضية عن نفسك. وإذا يوم من الأيام يعني نعم. يعني يكون حلم بالنسبة لي يعني أن أكون للناس كلهم لكل الناس يعني أكون بسمة ليهم، بلسم ليهم، يعني أداوي ليهم آلام وجراحهم، يعني دي الحاجة اللي أنا بتمناها. يا سلام عليك أسماء. نحن شاكرين لك كثير اتصالك وشاكرين لك أكثر أنك أنت عرضت تجربتك من خلال صباحات طيبة. شكرا لك كثير. لو لاحظتي يا أمل، واحد من الأسئلة من قبل درس الأستاذ عثمان بيقول للناس يا زول يعرف ذاته أنت منه، فزول لما يقول لك اسمه أنا فلان بتقول لا ده أنت نفسك. ده طيب الحاجة الصحيحة شنو؟ مثلا لو زول سألك أنت منه قالت منه يا من كوستي. أول حاجة يعني أنا شخصيا يعني عبد من عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في احسن الحتات في القران الكريم في كده الحته اللي بيفتخر بها انه عبد الله ورسوله، عبد الله اول ورسوله. فنحن يعني عبيد ربنا سبحانه وتعالى وفخر لنا. لكن الحاجه الثانيه المهمه، اعرف انك انت خليفه ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. انت ليس ما تملك وانت ليس ما تفعل، لانه الناس علمونا انه نعبر عن نفسنا او نعبر عن ذاتنا بما نملكه او بما نفعله او يعني حياه ما حقتنا نحن، حياه لناس ثاني. يعني انت مفروض يكون عندك قيمه، لو عندك قروش او ما عندك قروش، لانه دي قيمه. انت خليفه ربنا سبحانه وتعالى في الارض. تخيل ما في حاجه احسن من كده، مش كده؟ صحيح. فانت لما تكون عارف انك خليفه ربنا سبحانه وتعالى في الارض، فافكارك ذاتها حتبقى على الأفكار، قلنا عندها علاقة بالأفعال، مش كده؟ فأنا خليفة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، فأكيد مستوى الفهم بتاعي حيكون عالي. أكيد بيبقى هنا المكون الوجودي ظهر. قبل تكلمنا إنه في مكونين تحت، في مكون المكون قلنا النفسي الذهني اللي هو ده فيه القيم والمعتقدات، والمكون الوجودي أنا خليفة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، علي إعمار الأرض. نعم. أنا تاني عندي طبعا. رسالة طبعا. أنا الآن موجود في قناة طيبة أتحدث لأنه في رسالة أنا قاعد أنا مهتمة بها جدا جدا دارة وصلة. ودي رسالة كبيرة دكتور عثمان، رسالة قوية لكل الناس اللي بتابعنا. نحن كان موضوعنا الليلة موضوع جميل وشيق جدا، وكثير من المحاور اللي تفرعنا فيها ولسه لازال كثير منها الأكثر منها اللي إن شاء الله حنحاول إنه نحن يعني في حلقات قادمة نتعرف له. شكرا لك كثير دكتور عثمان المصري مدرب تطوير ذات. شكرا لك كثير. مرحبتين بديك العافية ومرحبتين بكم. الله يخليكم إن شاء الله. نشوفك قريب إن شاء الله. ما طول الغيبة تاني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.